السلام عليكم ورحمة الله. فرصة ممتازة لأهلنا في الصعيد، وخاصة أهلنا وحبايبنا في الأقصر وأسيوط والمناطق اللي حواليها، لأن شركة إيكوتي عاملة ورشتين عمل، والورشة لمدة يومين وتقدر تسجل مجانا، وده عشان نعرف أفضل الفرص الاستثمارية في أسواق الأسهم العالمية بعد ما أسعار الفوائد بدأت تنخفض، وده بحضور خبراء في الأسواق المالية والاستثمار. والورشة الأولى هتكون في الأقصر يوم 26 و27 فبراير 2021 في فندق شتيجنبرجر نايل بالاس الأقصر من الساعة 4 للساعة 9 مساء، والورشة الثانية في أسيوط يوم 1 و2 مارس 2021 في فندق الوطنية بالاس من الساعة 2 للساعة 6 مساء، وهنتعلم فيها أساسيات الاستثمار في الأسواق المالية وإزاي تقدر تنشئ محفظة استثمارية بالإضافة إلى مقدمة في الأسواق المالية، وكيفية استخدام التحليل الفني وإدارة المخاطر، والمهم إن احنا هنتعلم إزاي نبني استراتيجية تداول ناجحة، وده كله بتقدمه لك شركة إيكوتي مجانا. فلو كنت مهتم أنت أو واحد من أصحابك، في رابط للتسجيل تقدر تسجل منه، لأن